مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج منا والناس. قبل ما نخش في موضوع حلقتنا النهارده، الاول ارحب بزمايلي النهارده اللي معانا في الاستوديو. الاول منا النجار، مفسره الاحلام وملكه الاحلام، اهلا بيك يا منا. اهلا بيك. اهلا بيك يا سالي. ومعايا زميلتي رانيا جبور، اهلا بيك يا رانيا. اهلا بيك يا سالي واهلا بيك يا منا. اهلا بيك حبيبتي، منورانا النهارده يا رانيا. عشان رانيا لها اكتر من حلقه ما كانتش موجوده لظروف صحيه، كانت بتحاول تعمل دايت بس ما عرفتش فرجعت تاني. منورانا يا رانيا. الاول قبل ما نخش في موضوعنا، جت للاول كميه رسائل عن الاحلام، هنتكلم برضو النهارده هنفسر احلام. بس قبل ما نتكلم عن الاحلام، جاي النهارده رانيا مشاكل كتير جدا هنتكلم فيها باستفاضه كبيره جدا مع ناس كمان متخصصه، ولا ايه رايك يا منى؟ احنا طبعا من خلال البث اللي احنا كنا بنعمله، ومن خلال التواصل اللي كان دايما بيوصل لنا، والناس اللي دايما تعبانه وعندها مشاكل او حاله الفضيان اللي بقت في البيوت، ومعلش برضو وحته اللي هو الظروف الماديه والفراغ العاطفي. ففي من خلال، طبعا انا بتكلم كل ده من خلال المشاكل اللي مع رانيا، اصبح ان في عندنا حاجة نقول ايه، معاصي في الخلوات دايما. فانا من خلال طبعا احنا النهارده طبعا احلام، احنا ما جبناش النهارده فقرات عشان احنا عندنا بس رساله اللي هي صاحبه المشكله بتعيط ومنهاره، هنسمعها طبعا من رانيا. فاحنا عايزين حلول، احنا هنتشاور مع بعضنا، وانا عايزه برضو اتصالاتكم لو اي حد عنده حل برضو للمشكله، بجانب ان احنا هنتصل اكيد اي حد من المختصين بهذا الامر يتواصلوا معانا عشان نبدا نحل المشكله اللي معانا. بس هنسمعها الاول بس من رانيا بعد اذنك يا سيلا عشان نعرف ايه الموضوع وايه القضيه. والله في الحقيقة منا المشتركة معانا ميم عين قالت ان في مشكلة عندها بتخص الخيانة الزوجية، وقالت ان هي متزوجة من فترة وبتتواصل دايما على السوشيال ميديا والفيسبوك والحاجات دي، وعرفت واحد عن طريق الفيسبوك وفضلت معاه على تواصل ومكالمات، والموضوع تمادى يعني الى اكتر من كده، والمشكله زادت عندها ان هي تعلقت بالشخص ده تعلق رهيب، وبقت رافضه حياتها مع جوزها تماما، وبقت كارهه الحياه والعيشه، وطبعا ده اثر بالسلب على كل حياتها، على شغلها، على بيتها، على اولادها، على جوزها. وهي بعتت بتقول لنا يا ترى اعمل ايه، يا ترى ايه الحل، هل يعني افضل مع الشخص ده ولا اعمل اواجه جوزي ولا اعمل هل ايه؟ هل العلاقه وصلت لحد معين ولا مفتوحه؟ لا، العلاقه وصلت لحاجات كتير جدا، ويعني ابعد حاجه ممكن واحده توصل لها مع الرجل، وطبعا الموضوع ده عامل لها تانيب ضمير رهيب جدا، وهي منهاره وبتبكي ومش عارفه تكمل حياتها ومش عارفه تعيش وبتستعين بينا. عايزه الشخص ده مثلا؟ هي عايزه، متمسكه بالشخص ده لحد الان يعني، ومش عارفه تعمل ايه، فبتستغيث بينا ان احنا نعرض المشكله ونحاول نساعدها يعني، وبعتلنا على الفيسبوك. طيب احنا طبعا احنا برضو، طب وسالي طبعا سمعتي طبعا الموضوع، سالي قاعده مبرقه فمش عارفه الموضوع رايح فين. فانا بس عايزه اقول على حاجه، عايزه اقول حاجه منها. الفتره الاخيره هو من زمان موضوع الخيانه بقت منتشره، زمان ايام اهالينا كنا نسمع ان الاب او الراجل هو اللي بيخون، يعني نادرا لما تلاقي الست هي اللي تخون. فكره ان الست تقدم على خطوه زي دي، فهي عندها فراغ، ممكن مش بس عاطفي، ممكن يبقى عندها فراغ وقتها فاضي، يعني ممكن بس عندها جزء هو مش هو مديها. هو الوقت والحاجه الثانيه، يعني احنا دلوقتي عايزين نعرف المشكله في الخيانه، اللي عنده المشكله الاكبر الراجل ولا الست؟ كده احنا فتحنا باب الخيانه، مين اللي عنده المشكله او حصلت الخيانه، الراجل ولا الست؟ لا انا بسالك. احنا لسه بنبدا. هو الاثنين على فكره، هو الراجل بيخون مع ست على فكره، هم الاثنين الراجل بيخون مع ست. بس انا شايفه ان الست يا جماعه ليه بتبدا بصباح الخير، مساء الخير، مساء الانوار، فهي بتنزل حاله انت مالك، ايه ده انت تعبانه، ايه ده بقى، حد بقى معاه القمر ديت ويزعلها، هي بقى القمر تطلع تجري تبص في المرايه فتحط احمر الخدود وترجع له تاني. صح. والله فخلاص هي فتحت باب الشيطان. هو ما فيش حاجه بقى اسمها ابن خالتي وصديقي ايام الدراسه وصاحبي، ما فيش حاجه اسمها الصاحب بين الراجل والست دي مبدئيا. لا، وتلاقي الراجل بره حنين، يعني ممكن يبقى يعني سوري مثلا مع مراته في البيت، مش كده، ولاش كلمه كويسه هو خالص، هو واخد رفقا بالقوارير ان هو قاروره فقاروره فقاروره، اي القاروره بتاعتك بتاعت البيت، بس انت عندك قارورتك اللي في البيت، لكن هو ما شاء الله عليه يعني هو عامل زي البطيخايه. مش بيقول لك قلب الراجل ليها مثل كده، قلب الراجل في مقوله بتتقال على قلب الراجل، لا مش عارفه لو بيسيع من حبيب الف، في مقوله بتتقال على كده. انا مش حبايب، انا مش بسميها حبايب، لكن انا بسمي ان المشكله الكبيره، يعني المشكله دي عشان صاحبتها زمانها دلوقتي قاعده
وبتسمعنا يا سيل، بتسمعنا رانيا، انا عايزه اقولها ان انت اللي عندك المشكله الكبيره دي. اي واحده ست هي صاحبه المشكله مش الراجل. الراجل بيبقى مخلص شغله، والله لو راجل مشغول عمره ما هيعاكس واحده ولا يتواصل مع واحده. لكن انا شايفه الست ان هي بتبدا موضوع، طبعا الفيس وموضوع التواصل الاجتماعي دي كارثه بكل المقاييس، وهي طبعا كارثه صح. عامله زي حاجه موقوته، واصلا دي مقصوده علشان تهدم البيوت الاسلاميه، ده انا شايفاه. يعني احنا دلوقتي اولادنا والله بيبقى الاولاد عندهم 10 سنين او عندهم او ست المتجوزه او العروسه بتبقى جنب جوزها، والله بتبقى لسه داخله وماسكه ماسكه النت وحاجات من دي. فانا عايزه اقولها، هي البدايه كانت عندك انت، والمشكله كانت عندك انت، والفراغ كان عندك انت. هتقولي جوزي مش كويس، جوزي وحش. لو انت جوزك وحش وجوزك عنده مشاكل، ربنا بيديلك حاجات موازيه في حياتك بتخفف عنك المشكله الكبيره بتاعت الجوز. ربنا كرمك باولاد، ده رزق عوضك عن الزوج الوحش. ربنا كرمك بصحتك، ده رزق عوضك عن الراجل الوحش. بس الست ضعيفه بتبقى برضه عايز تسمع كلمه، بلا ضعيفه بلا زفت بقى، دي حجتنا ضعيفه. لا ضعيفه والله ما في ست ضعيفه، هي بتبقى رومانسيه. طب رانيا ردت عليها قالت لها ايه؟ طب رانيا ردت عليها قالت لها ايه؟ انها قالت ان الزوج زوجها مثالي، وان هو كويس وبيراعي ربنا فيها وبيته واسرته. انت رديتي عليها قلت لها ايه يا رانيا؟ زوج مثالي، ولكن عنده نوع من انواع الاهمال ليها شويه، ان هو دايما مشغول. وطبعا هو مشغول في شغله وبيجري على، ما هو الطبيعي ان هو هيجري، والطبيعي ان هو هي يعني الطبيعي ان هو هيدور على اكل عيشه عشان يسترك ويسونك. يعني هو بصي هو طيب، احنا معانا اتفضلي يا سالي، احنا معانا الدكتور، معانا دكتور عايد. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، مساء النور يا فندم، اتفضل. دكتور عايد، اهلا بحضرتك. دكتور عايد الاستشاري طبعا، تخصص استشارات اسريه وتنميه بشريه، وحد طبعا متخصص في هذه المواضيع الزوجيه. وطبعا دكتور انت معانا؟ معاك يا فندم. اهلا بحضرتك، لو حضرتك سمعت المشكله يا دكتور. لا معلش انا اي اي ان في واحده، في واحده حصلت علاقه حب، يعني بتقول ان هي حب بينها وبين واحد عن طريق التواصل الاجتماعي، وهي بقت بتحبه، والعلاقه وصلت لابعد مما تتخيل، كانها علاقه زوجيه، ده اللي انا فهمته من رانيا. فهي ما بين نارين، ما بين ان هي مش عارفه تبعد عنه وبتحبه، وما بين ان هي مش طايقه جوزها وعايزه تكمل، فهي محتاره بين الامرين وبتعيط. وزي ما سمعت من رانيا ان ضميرها بيأنبها. طبعا هنا القصه دي ما فيهاش ضمير خالص، بعيد عن الضمير، لان خلاص هي دخلت في الوحل زي ما بيقولوا. فاحنا عايزين طبعا راي حضرتك في الموضوع. في تحيات الحديث الكريمه دكتور هك، ممكن تقف في حته فيها شبكه الاول بعد اذنك؟ تمام يا فندم. كده كويس يا فندم؟ اتفضل يا دكتور. في البداية تحياتي لحضراتكم، تحياتي لحضراتكم جميعا. طبعا موضوع الخيانة موضوع مش منضبط أخلاقيا، موضوع كبير جدا، موضوع مش كويس لكلا الحالتين الزوجين. سامعني يا فندم؟ ايوه ايوه اتفضل. معاك يا دكتور اتفضل. موضوع الخيانة ده عامة موضوع كبير جدا للغاية. طبعا ما ينفعش حد يتكلم فيه غير يكون اهل متخصصين عشان يستطيع ان هم يبلغوا بمعلومه صحيحه. تمام. لان طبعا في كلتا الحالتين موضوع الخيانه ده ما نتج يعني ما جاش من البدايه من الزوج والزوجه هم المخطئين، لا ده الموضوع اكبر من كده خالص. تمام. الموضوع نتج من البدايه، في خلل نتج في الاسره بين الاب والام، ادى الى خروج ولد وبنت سلوكيا مش منضبطين. تمام. الموضوع ده طبعا بدا يكبر 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 بعد الزواج، بدا الموضوع ياخد بطريقه تانيه جدا. يعني ممكن نقول المشكله اساسها الاب والام في البدايه. مش زي ما احنا مثلا متخيلين ان الموضوع الخيانه ده مثلا نتج بين الزوج والزوجه وبعد الزواج حصل، لا لا لا، موضوع غير كده خالص. تمام. موضوع من وجهه نظري انا شخصيا من خلال دراسه علميه اكاديميه ان الاب والام هم العامل الاساسي في الموضوع. طب دكتور ده يخليني اسالك سؤال. اتفضل. السبب اصلا اللي يخلي الراجل او الست يفكر يبص بره ايه هو؟ اولا اسباب كتيره جدا، منها هناك مثل اسباب الخيانه طبعا متعدده، منها الخلل الجنسي في العلاقه الزوجيه، الاختلاف مثل في المستوى الثقافي بين الزوجين، المراهقه المتاخره، مثل زي الادمان مثل على النساء مثل عند بعض الرجال. لكن الآية طبعا انعكست دلوقتي، بعض النهارده بناتنا للاسف اصبحوا للاسف النهارده بيشوفوا الموضوع ده، الحاجات الاباحيه والافلام الاباحيه على التليفون، الحاجات دي كلها بطريقه غير منضبطه خالص.
في حاجه كمان طبعا الغيره المرضيه الشديده من كلتا يعني من كلا الطرفين، ان كان الزوج ولا الزوجه، هما الاثنين بيغيروا على بعض بطريقه مش كويسه خالص، وهما في نظرهم ان ده حب. عمر الحب ما كان غيره مفرطه، بس الغيرة لان مش هتأدي ممكن للخيانة بعد إذنك يا دكتور، يعني عمر نعم الغيرة ما هتأدي للخيانة. هو اصلا لا ممكن اللي بيغير تؤدي. غيره شديده ده بيبقى اصلا انسان عنده شك وعنده نواقص كتيره جدا، فبيطلعها بحجه الغيره الشديده، لكن هي الغيره مطلوبه. الغيرة مطلوبة خير يا منى في الامور الزمن اللي احنا فيه الوسط، دلوقتي. يعني خير بص الامور حضرتك، الغيرة تنصحك اللي هي بيها الغيرة دكتور. المحمومة، الغيرة المحمومة دي هي المطلوبة، لكن الغيرة إن أنا أغير على زوجي زيادة عن اللازم هتؤدي بعد ذلك إلى إيه؟ حاجة ضدها. يا يعني دكتور لما دكتور انا عايز اقول للدكتور حاجه مهمه جدا. دكتور دلوقتي في الجيل اللي احنا فيه او في الزمن اللي احنا فيه، الانفتاح بقى زياده والناس ما بقاش عندها الوعي الديني اللي يخلي الناس تتمسك بدينها، فطبيعي ان انا هبقى خايف على اللي معايا او اللي معايا يخاف عليا. فهمني تمام يا دكتور انا اقصد ايه؟ يعني لازم الواحد يجير، لان عمرها ما هتبقى سبب للخيانه. يا فندم، انا بقول غيري، بس غيره محموده، غيره مش اللي هو انا بمجرد ما زوجي مثلا بيكلم حد ولا خارج في طيب الشارع ولا ولا طيب ولا. طيب دكتور عشان احنا اتفرعنا كده تنصحها لحاجات بايه؟ كتيره جدا، انا بس صاحبه المشكله دلوقتي قاعده واحنا بنتصل بالقائد فريق الانقاذ، طبعا فريق الانقاذ اللي هو دكتور عايده عشان ينقذنا من الموضوع ده. تنصحها بايه يا هي دلوقتي دكتور؟ قاعده بتتفرج، بعدين بتقول طب انا يعني هروح اخونا اكمل ولا استنى ولا اشوف اعمل ايه. فهي دلوقتي قاعده مشتته، انا شايفه ان هي فيها حته اصلاح كويسه لكن هي مش عارفه ترجع، فانا طيب عايزه لها حل، انا عايزه لها علاج دلوقتي. هو ممكن السؤال يقول مثلا ايه؟ كيف اتعامل مع الخيانه؟ هو اللي حصل حصل. تمام اذا من المفترض ان يكون الحكم على الفعل وليس على الشخص. تمام؟ دي اول نقطه. النقطه الثانيه، ممكن اعزل النفس عن الحدث تماما. خلاص ما فكرش بقى في اللي حصل، واللي حصل حصل خلاص، هو خان او انا خنت او خطا انا مني او منه، خلاص ما عادش ينفع الكلام. انا اعمل يعني اقف عند هذا الخطا وابدا افتح صفحه جديده وابدا اشوف ايه اللي وصلنا لكده. يعني لو انا اللي حصل مني الخطا، حصل مني ليه؟ ولو هو حصل من زوجي مثلا الخطا، ان انا اكتشفت ان هو بيكلم واحده، اكتشفت ان هو ماشي مع واحده، اكتشفت ان هو بيخوني، اكتشفت حاجات كتيره جدا، اعمل ايه؟ ايه المفترض نعمله؟ في النقطه دي حضرتك ابدا افكر بقى كويس، هل ادمر حياتي واشرد اولادي واخرب بيتي بغرض ان انا شكيت او لا. الموضوع طبعا المفترض ان انا افتح صفحه جديده وانسى الماضي خالص ومفيش حاجه، ويبدا في مصارحه بيني وبين زوجي. تعال هنا يا زوج، على فكره انا اكتشفت الخيانه منك، 1 2 3 4، بس المره دي انا هسامحك عشان انا بحبك، هسامحك عشان انا عايزاك، هسامحك عشان انا يعني ايه، في يعني في عشره بيني وبينك، في حاجات كتيره جدا على العموم دكتور انت حضرتك طبعا الموضوع ده وقضيه كبيره قوي قوي قوي، مش بتخلص جدا. مش بتخلص فيها مكالمه على الهواء او اي حاجه، احنا محتاجين حلقه مع حضرتك ضروري تشرفنا طبعا ونتكلم في الموضوع ده، لانه هو طبعا في افرع كتيره جدا للخيانه. الخيانه مش عن طريق طبعا التليفون وكده، لا الخيانات دلوقتي بقت وصلت للجرأه قوي كانها علاقات زوجيه بين الاثنين. وبيتباهوا بيها كمان. فان شاء الله باذن الله يعني نتمنى وجود حضرتك معانا ان شاء الله الحلقه الجايه، نبدا ان احنا نتكلم في موضوع الخيانه ونفهم الناس ايه الاخطاء دلوقتي اللي بتحصل عن زمان. زمان كانت سالي بتقول شكرا شكرا لحضرتك يا دكتور، شكرا ليك، واحنا سعداء بمكالمه حضرتك ومداخلتك دي كانت مهمه طبعا، وان شاء الله تكون موجود معانا الحلقات الجايه ونتكلم. كانت سالي كنت بتقول يا سالي، طيب طب بس انا عايزه بس اقول بس لصاحبه المشكله بس حاجه دلوقتي، حاضر نتكلم بس في صاحبة المشكلة كلمتين بس على السريع عشان هي قاعدة. أنا عايزة أقول إن المشكلة الأساسية في أي خيانة بتحصل عن طريق التواصل الاجتماعي يا جماعة هي الست، هي اللي بتفتح الباب. الراجل بيبقى عبارة عن الراجل اللي بيخون طبعا بيبقى عبارة عن شيطان قاعد قناص. مستني إن هي لا أنا بقول شيطان، بيبقى لأنه هو داخل يخرب البيت، بيبقى قاعد على الباب مستني إن هي تفتح، كأنه واحد رايح يصلي وفيوسوس له فيسيب الصلاة ويروح الاتجاه التاني. نفس القصة الحياة الزوجية، أنا بقول إن هي عبارة عن حياة مقدسة تشبه للصلاة بالظبط، فهو بيدخل من هذا الاتجاه، فهو بيفتح لها بس يا دوبك يقول لها ازيك عامله ايه اخبارك كده، فهي لو فتحت الباب خلاص هو بيسوق فيها، وبيبقى عارف ودارس الواحده عن طريق المنشورات اللي بتنزلها عن طريق اي حاجه هي شخصيتها ايه، فبيلعب على الشخصيه بتاعتها وبيعرف ان هو يغلفها عن طريق الافكار بتاعته لحد ما يسحبها في التيار بتاعه. ف يعني انا بقول يعني الله يعني مش عارفه اقول له ايه يعني، لكن حرام عليك، وفي الاول وفي الاخر ارجعي لجوزك ولاولادك وقولي الحمد الحمد لله رب العالمين. وفي قضيه كمان بتاعه زوج هنتكلم فيها بس طب ناخد الاتصال الاول. طيب ناديه مساء الخير. مساء الخير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب
تحياتي ليك يا دكتوره منى والاستاذه تاري والاستاذه رانيا. اهلا بيك. اهلا اهلا بيك بيك، منورين الشاشه حبيبتي، الله يبارك لك. الله يخليك. اول حاجه انا عندي كام رمز كده، حلم يعني، بس قبل ما اقول الحلم لو حضرتك عايزه اقول رايي بس في طبعا طبعا المشاكل، طبعا المشاكل يا ريت اللي انت بتحلها. هو طبعا. اول حاجه، اول حاجه انا بشوف في ستات وجهها بيكون يعني بيعملها معامله مش كويسه، وبيكون بيغرها ومعاها اولاد وبتتحمل يا جماعه والله، بتقول عشان ولادي يبقوا ما بين الاب والام. تمام صح. وفي ست جوزها بيتوفى بكون صغيره، بكون كويسه وعارفه ربنا، ما فيش حاجه اسمها لجوء للخيانه، ان الواحده تبقى متجوزه وتلجا للموضوع ده. انت مش عايزه جوزك او مش عارف مش عايزه سيبيه تعيشي سيبيه معاه، ما تغضبيش ربنا، منه الطلاق. اه صح، سيبيه ما تغضبيش ربنا. صح. والجواز اللي انت عايزاه. صح. ده عشان تكوني كويسه تتقربي لربنا وتتطلعي وتتجوزي اللي انت عايزاه. ما ينفعش حاجه اسمها اكون متجوزه واروح يعني اوصل للدرجه دي. جميل جميل جدا، كلامك جميل جدا. وكمان ده عايز رايي معلش من وجهه نظر. اه لا لا، رايك جميل واحترم ورايك كويس جدا. واي حد دلوقتي يتواصل معانا يا جماعه قبل ما يقول حلم بتاعه يشاركنا في المشكله، لان دي تعتبر مشكله يعني واحده عامة. ست تعتبر مشكلتنا احنا كلنا، فاحنا محتاجين طبعا ايوه ايوه لحلول. اه وعايزه برضو تتقرب لربنا بالصلاه وبالقران وكده، وما ما هي سبب تسيبش المشاكل هي البعد عن للدرجه ربنا. دي. صح. والحاجه كمان انا عايزه اقولها مهمه قوي في العلاقه، في الواحده اللي بتخون جوزها، في بعض الرجاله بتكون هي العامل الاساسي في ان هي بتقول للست روح خنيني. ضعف الشخصيه ان هو ممكن يعرفها على اصحابه، وتعالى كل شويه اقول له كل واحد، دي اختك كلم اختك، دي اخوكي كلم اخوكي، اخوكي ايه واختك ايه وانت بتهبب ايه وانت بتعمل ايه، انت فاهم انت بتعمل ايه. فهو اصلا بيوديها لطريق الخيانه، هو بيقول لها روحي خنيني، بس هو عامل نفسه أيوة. اهبل شويه. ففي رجاله ربنا يهديها رب العالمين، احنا محتاجين كل الرجاله يا رب المسلمين. يا رب. اه ومعلش انا قلت رايي ممكن ما يعجبش يعني بعض الناس، لا لا بالعكس، رايي اللي انا شايفاه. لا لا بالعكس، رايي جميل طب. جدا. الله يخليك. ممكن بقى اقول الحلم؟ قولي يا حبيبتي، اهم حاجه الحلم دلوقتي خلاص. كذا ثانية عسل ربنا يخليك يا هو بصي، هو الحلم كله اختي قامت من النوم مش فاكره غير ان في ايديها كوبايه شاي. اه. وانا برضه حلمت قمت من النوم، كل اللي انا شفته والدتي الله يرحمها هي اسمها جميل ومبشر. تمام. واخويا برضه حمدي واخويا عدن الله يرحمهم، بس هي دي اللي انا يعني فاكراهم من الحلم. بس حلو، والله اعلم. كوبايه الشاي لما هي بتشربها بيدل على ان حقنا هناخده، واحنا قاعدين حاطين رجل على رجل ونشوف الحاجه ونقول يا سلام، ده احنا تعبنا تفكير على الفاضي كده يعني. شكرا شكرا لك يا مولاد. يا استاذه ناديه معانا ام جانا، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتوره منى؟ معاكي دكتوره منى. الاول سمعتي المشكله ولا لا؟ سمعتها. طب ما تقولي رايك فيها كده، قولي انت كست كده تنصحي الست اللي قالت كده ايه؟ او اللي عملت المشكله ايه او سبب المشكله؟ بس والله انا ما نقدرش نقول غير حاجه واحده، هي عندها جثه وكده ويعني تقفل الموضوع الاول، الموضوع اللي انت اتكلمت فيه حضرتك. ام جنى الصوت عندك بيقطع، يا ريت تقفي في حته فيها شبكه بعد اذنك. ماشي. بتقولي هي عندها جوزها ايه يا ام جنى؟ ممكن حضرتك تتمني في حياتها ومع جوزها احسن من اي تكمل حد. حياتها. تمام. تكمل حياتها مع جوزها. طب نقول ايه للراجل، نقول ايه للراجل اللي بيخلي مراته تتعرف على اصحابه على زمايله؟ ده ما ينفعش طبعا، ينضرب بالنار. اه والله العظيم فعلا يا رانيا صح. هو بصراحه يعني برضو في حته اقتصاديه في الموضوع، الراجل برضو يبقى سند لمراته، ما يخليهاش تحتاج لحد، دي مهمه جدا يعني. والله بنشوف رجاله بتقول لستات هتمكيجي وتظبطي وتعملي ليه، اصلا انا اخويا جاي. اخوك مين؟ ده صاحبي بس هو في مقام اخويا، خلي بالك خلي بالك في الموضوع ده زي اخويا. اخوك ايه وانت بتعمل ايه وايه، وفي الاخر كمان هو بيزعل لما بتخون. معلش هي برضو مهما كانت انسانه ضعيفه يعني. طب قولي لنا حلمك بقى يا مجانا، ايه حلمك؟ اول حاجه انا بحبك جاز الدنيا دي بحالها يا دكتوره منى. حبيبتي وانا كمان بحبك. معلش يا سالم انا قاعده جنبي خلاص، حط الحب برضه. بتحبيها هي بس، هي بتتحب بس يعني حبينا معاها. حبيبتي يا رانيا انا وانت واحد هنوزع الحب دلوقتي. قولي بقى الحلم عشان انا اللي هفسره تقريبا. الله يخليك حضرتك. بصي يا دكتوره منى، انا حلمي الحلم ده من فتره، حلمت ان انا شايله لفه فاتت ماشي وقضيت على واحده صاحبتي وقلت لها انت معاكي ولد، انا هيبقى معايا اثنين، انا معايا اثنين. اه وما يشوفوش وما شافش صاحبتي دي اسمها ياسمين،
لا انت سامعه صاحبتها هي بتقول معاها صاحبتها قالت لها انت هتحملي بولد وانا ولدين، وهي فعلا معاها ولدين. ما شاء الله عليك يا رنا. ما كنتش لسه، ما كنتش لسه ما كانش هي لسه لسه ما معاها. جبتيش حد. دكتوره هو بعد كده ما شاف، رحت لدكتور الفكري التمريضي قلت لها خدي انت اللي هتقولي. بس ام جنى ممكن تقفي في حته فيها شبكه بعد اذنك لان الصوت بيقطع، يعني احنا سامعين كلمه وكلمه لا. شكرا لاتصالك وحاولي تتصلي بينا يا ام جنى. معانا نور دلوقتي، مساء الخير يا نور. طيب لحد بس ما نور ترجع لنا احنا ممكن ندردش بسرعه في المشكله، لان المشكله دي مضايقاني ولا ايه؟ طيب عايزه بس اقول لصاحبه المشكله، انت دلوقتي قاعده، فانت دلوقتي بتقولي انا كنت مستنياكم يا جماعه عشان تعرفوني، يعني اكمل من اول بكره الصبح اروح اتصل واتكلم ولا اروح اعمل ايه ولا ارجع؟ انا عايزه اقول لك دلوقتي تقوم تستغفر ربنا وتصلي ركعتين وتبص لاولادك. لو معاكي بنات بص لهم قولي هل اللي انا بعمله ده هيوقف حال بنتي؟ هل النزوه المؤقته دي او الحب اللي انا شغل قلبي هل ولادي هم اللي استحقوه ولا الشخص اللي هو اكيد الشخص اللي بيخون ده خايف على بيته؟ مش بسهوله ان هي تبعد عن الشخص. احنا بنقول بنحاول. انا عايزه اقول لها كلمه واحده بس، حطي نفسك مكان جوزك. لو جوزك عمل كده انت هتبقي عامله ازاي؟ ما هي عايزاه يخون بقى اخر، هي اكيد دخل عشان كده. مش هتقبل بالخيانه. اتفضلي محمد. مساء الخير. الخير. عايزين رأي بقى العنصر الرجالي في الموضوع ده. العنصر الرجالي في الأول بمس على حضراتكم. أهلا بيك. الأخت اللي صاحبة المشكلة دي، أساس المشكلة أصلا البعد عن ربنا وعن الدين. تمام. اتفضل. بس هي لو بتعرف ربنا مش هتخش في الحاجات دي. صح. وتاني حاجه التليفونات اللي طلعت الجديده التاتش دي، اقسم بالله فعلا كارثه، والله كارثه. يعني انا بقول التليفونات والحاجات دي كلها فعلا والله كانها متسلطه على المسلمين، والله بجد فعلا دي كوارث في البيوت واحنا مش واخدين بالنا. والكاميرات اللي بتتفتح والقصص الخربانه دي كلها. فعايزه ارجع اقول للست برضو ديت، بصي لو انت معاكي بنات خاصه، بصي لبناتك وقولي دوري على بكره، قولي طب انا دلوقتي انا بحب ومعايا جوزي، طب انت لما بتشوفني دلوقتي هي مش هتقلدني هتخرب لها؟ طب انت كده كده هتموتي، انت كده كده هتموتي وخلاص وهتخلصي العمر اللي جاي لبنتك. فانت تبصي لبنتك فانت هتقولي يعني انا بنتي ممكن فيما بعد حد يعايرها بيا؟ طب انا دلوقتي لو حد شافني مع الشخص ده وانا متجوزه وعلى ذمه راجل تاني مش ممكن؟ بصي انا بجيبها لك من الحته التانيه خالص، انت اكيد الدين انت عارفاه وعارفه ربنا بيقول لك ايه، واكيد عارفه انك بتصلي واكيد. طب ناخد نور رجعت. طيب نور مساء الخير يا نور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامله ايه يا منه؟ الحمد لله. انا ساري مش منه. خلاص انا ساري مش منه. عن طريقي. سمعتي المشكله الاول ولا لا يا نور؟ والله انا ما حضرت المشكله، بس انا سمعت من المستمعين والمكالمات انه في مشكله بين راجل واخته. ما يعرفش مين راجل واخته. مين ده؟ احنا بعدنا عن الراجل واخته خالص. الزوجيه احنا بنتكلم عن خير. طب قولي لنا حلمك ايه؟ طيب والله بصي عندي حلمت قبل امبارح، حلمت يا رب خير. اتفضل. حلمت وانه ماشيه كده في الشارع ومعايا شفشف لبن، وتكب مني وانا ماشيه. تمام. وضليت امشي 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 وعزكم الله عم ايه بتقيأ ايه قدراته وحاجه زي كده. فمشيت ماما توفيه يعني بالحقيقه يعني. فانا وانا ماشيه كده وعم بتقيأت كتله كده كبيره. ضليتني ماشيه هيك. اخر اشي بديت قيأ انه حته حته حته، رحت لماما بسرعه عشان اقول لها عايز اروح الدكتور ومش عارف شو. فخفت يعني اني اهلك يعني من التقيؤ ده. فانا رحت على ماما اتخضت مني. فصحيت هيك وقالت لي يا الله ما اكثر وحاجه زي كده. ماما بالحقيقه متوفيه ربنا يرحمها. مش عارفة فصحيت يعني فصحيت ويا ربي تبت إليكم مش عارفة إيه ومعرفش كده. طب
طيب خلاص منى هتفسر لك الحلم وشكرا لاتصالك يا نور. طبعا هو الحلم بتاعك كله فيه مشكله نفسيه وفي ناس بتحاول تغير طبعك للاسوء، لكن انت برضو متماسكه لكن بيخرجوكي عن شعورك. فانا عايزاكي تكوني انت ما شاء الله عليك انت صبوره في الاصل، انت صبوره، فعايزاكي تكوني متماسكه قوي قوي، ما تخليش حد يخرجك عن شعوره، عشان في ناس بطبعها مستفز قوي فبتخلي الانسان يخرج عن طبيعته اصلا. فانا عايزه اقول لك ارجعي بسرعه لطبيعتك واقفلي الباب اللي بيدخلك منه الشيطان اللي دايما بيخلي اعصابك متوتره ومتعصبه، وربنا يصلح لك حالك يا رب. شكرا لك. ناخد الاتصال الثاني يا منى. اتفضل. ايمان مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي عندي حلمين صغيرين. اتفضلي. اتفضلي. اول حلم حلمته من حوالي 4 سنين، كنت بقدر بشقتي. 4 سنين حلمتي حلم؟ اه. وجاي تفسري النهارده يا ايمان؟ اه ما زي ما وصلت بقى. طب اتفضلي. بتحاول من 4 سنين يا سالمه تسيبيها وصلت. اتفضلي يا ايمان. حلمت اللي انا كنت اللي انا حقيقي كنت بقدر في شقتي، فحلمت في وسط الكركبه بتاعت التوريد كده، حلمت ان انا لقيت مكوه. مكوه؟ مكوه شكلها جديده وايدها بيضه كده، فانا قلت ايه هاخدها واشيلها جوه النيل. ده اول حلم. تمام. تاني؟ تاني حلم جوزي ولا حلمه، حلم اللي هو شاف لحمه راس عند الجزار متعلقه، بس لونها احمر، بس احمر باهت كده. تمام. طب شكرا. الحلم الاولاني والله اعلم المكوى اللي انت شفتيه وحسيتيها في النشوه بيدل على المراه اللي محتاجه تهتم بشؤون بيتها، وخاصه الشان الداخلي للزوج، الحاله النفسيه للزوج. لحمه الراس اللي هو شافها عند الجزار وكلام ده، فهو بيدل على انه محتاج بس يعني حكمه في بعض الامور، ومحتاج ياخد قراراته بهدوء، بلاش الاستعجال في اي حاجه. شكرا ليكي جدا. طيب انا طب مبسوطه ولا ما بتقوليش اتصال؟ طيب كريمه مساء الخير. كريمه وطي التلفزيون الاول بعد اذنك واسمعينا من التليفون. باذنك لو سمحتي، انا شفت اني لحمه ارنب في الحلم مسلوخه ماشي، فالمهم جيت حطها في الثلاجه، جيت اطيب منها لقيتها بزياده، فالمهم جيت حطها في الثلاجه، عينتي منها في فليزر وطيبت على قد ما انا محتاجه. ده في الحلم لو سمحت. يعني انت لحمه ارنب فانت اكلتي منها وحطيتي الباقي في الثلاجه؟ ايه، هو كانت طايبه ومسلوخه قدامي ومتظبطه، فالمهم لقيتها كتيره عندي فجيت شايله منها في الفليزر، وبعدين جيت جايه طيبت منها بزياده زي ما انا حابه، بس الباقي شلته في الفليزر. هو انت معاكي بنات؟ اه معايا بنوته. متجوزين ولا لسه؟ لا لسه صغيره، عندها سنتين. ربنا يخليها لك يا رب. البنت الوحيده دي مفيش بنات تانية؟ لا مفيش، ما عنديش، عندي بنات من جوزي بس. من جوزك ده، لكن في بنات قبل كده من حد تاني يعني؟ لا خالص. طيب ربنا يبارك لك فيها يا رب. الارنب اللي انت اكلتي منه وسبتيه الباقي في الثلاجه، هو بيدل على بنت او بيدل على خلفه البنت، او بيدل على البنت اللي على وش جواز، لكن محتاجه ارشادات كتيره جدا من امها، لانها هتكون غير نقوله مش عايزه اقول غير معمره في بيتها كتير، لكن هتكون عندها توتر في حياتها كتير، فمحتاجه دايما ارشادات من امها لحد ما تتجوز. شكرا ليكي جدا. طيب معانا اتصال تاني ولا اسال منى على حاجه؟ منى دلوقتي انت بتقولي لها ابعدي عن الحرام او ابعدي عن الشخص ده وكملي مع جوزك. اه في حاله ان هي مش قادره تبعد عن الراجل ده تعمل ايه؟ ما لازم تتطلق. بصي هقول لك على حاجه، ما فيش حاجه اسمها فراغ عاطفي عند الواحده اللي تكون معاها اولاد، كلمه كذب خالص. انت هتقولي لي ازاي يا منى احنا مش ستات ولنا عواطف؟ اه انت ليك عواطف، انت عاطف وعواطف عند كل حاجه. طيب طب ناخد ام محمود. ام محمود مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذنك توطي التلفزيون بعد اذنك. حاضر حاضر. عندي حلم الدكتوره. اتفضلي. الو اتفضلي. معاكي اتفضلي. بقول لحضرتك يا دكتوره، انا عندي حفيده عمرها 14 سنه ما شاء الله. اتفضلي. حلمت ان في ست عجوزه لابسه اسود قاعده جنبها على الكنبه، وشكلها وحش. بتقول لي حبيبتي يا بنتي جيبي من كل حاجه من طقمك الداخلي حته قماشه من طقمك الداخلي. اه تمام. وكان متهيألها ان معاها ابره كده العجوزه دي. ها. وراحت حبيبتي جابت الحاجه دي اللي طلبتها منها العجوزه دي، جابت لها من كل حته من هدومها الداخليه حته واديتها لها. حاضر.
تمام. وهي بتديها الحاجه دي حفيدتي كانت ايدها بترتعش كده بتتحرك غصب عنها وتديها الحاجه دي. تمام. وادت لها اللي عايزاه وعملت لها وكانت معاها وصيها من يومين وما كانت معاها في الحلم وصيها من يومين قالت لها دي عايزه تعمل لك ساحر. حاضر. وبعد ما ادت لها حفيدتي الحاجات دي قالت الله الله كل ما تديها حاجه تبقى تمام في الحلم. تمام. وبعد كده قالت ايه خلاص حسيتي برضه بتتخشن. اه هقول لك حاضر. وراحت قالت لها قالت لامها حسيتي دي وحكيت لها على اللي حصل في الحلم ده كله. حاضر. شكرا لاتصالك. الحلم فيه حسد شديد جدا على حفيدتك ديت، واضح ان هي ما بتاكلش، قللت اكلها، واضح ان وشها بقى مصفر، واضح ان عندها مشاكل كبيره جدا صحيه، فعندها حسد شديد جدا وحسد من حد قريب دلوقتي. سبحان الله، يعني ربنا يهدي القريبين مننا. القريب منك هو اللي بيحسدك دلوقتي. وساعات بيبقى الغريب احن شويه، مش عارفه هي الدنيا تقلب حالها شويه. فانا عايزاكي تعملها رقيه شرعيه، وعايزاها تصلي ضروري قوي الايام دي. وعايزاكم ما تتكلموش على اي حاجه تخصها قدام اي حد، وربنا يحفظها لك يا رب. ناخد اتصال تاني. اتفضل. سميرة مساء الخير. سميرة مساء الخير. سميرة خلاص ما عندهاش شبكة. طب حاولي تتصلي بينا تاني يا سميرة. طيب بعد اذنك يا منى، كنت عايزة بس اتكلم. طب ناخد اتصال معانا بعد اذنك يا رانيا. اتفضل. معانا محي مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استأذنك توطي التلفزيون بعد اذنك. انتوا لو سمحتوا اتكلمت على اهمال الجوز، اهمال المرة الجوزة. ايه نوع الاهمال المرة الجوزة؟ ايه نوع الاهمال؟ حلو، سؤال المرة جميل. المرة الجوزة. حلو، سؤال جميل قوي. حاضر هنقول لك. الاهمال يا جماعة، هتقول انت احنا بس عايزين في متصل قال اهوت، فانا عايزة اعرف بس الاهمال الاول منك يا سالي وبرضه منك يا رنا ونتناقش في موضوع الاهمال. الراجل متصل بيقول الاهمال شكله عايز يوصل رسالة. الاهمال انا شايفة من وجهة نظر اهمال الست لجوزها احساسها بيه وبظروفه وعدم تقديرها لرجوليته وكيانه، وعدم احساسها ان هو سندها وضلها. وبعد كده بقى في اهتمامات اخرى تانية خالص كست بقى كانثى في البيت. طبعا من حقه حتى لو وصلت 100 سنه يدخل يلاقي ست، ما يلاقيش خالته وعمته قاعده في البيت، يلاقي واحده ست، مراته حبيبته المستنيه، الدلع وكل حاجه في الدنيا. طب انا تعبانه وقرفانه، معلش. طب انا ايه، بس انت في الاخر قاعده في البيت، معلش، لكن هو اللي طالع عينه بره. فالاهتمام الست بجوزها في اكتر من باب واكتر من حاجه. طبعا بس اخد بس برضو رانيا تقول لي برضو هو عايز يعرف ايه الاهتمام. ممكن تكون رانيا عندها اهتمام تاني خالص. لا هو بس ان انا عايزه اضيفه ان ربنا خلقنا احنا الاثنين بنكمل بعض، الست لازم تكمل الراجل والراجل يكمل الست. وبعدين في غلطات مثلا الرجاله، بعض الرجاله بيعملوها زي المشكله بتاعتنا اللي قالت لي عليها ميم عين، ان الراجل بيعرفها على اصحابه وبيخليها تقعد مع اصحابه او تخرج معاهم بسبب انشغاله وسفره، انه روحي هو هيوديكي صاحبي في مشوار معين. ده غلط جدا يعني. ما ينفعش ما ينفعش، دي حاجة. تاني حاجة ان هو لازم يهتم بيها فعلا بكل حاجة، بكل ما يخصها، وهي كذلك. بس بصي يا رانيا، انت بتتكلمي على نوعية معينة من الرجالة، على فكرة مش كل الرجالة خالص، يعني ده ممكن 1% ان راجل يطلع بالشخصية المرضية. طبعا هو بعيد كل البعد عن كلمة راجل طبعا. وراجل ما بيغيرش على عرضه وشرفه. راجل هي بتقول ان هو بيعرفها، احنا لسه كنا بنتكلم في الموضوع ده من شويه، ان هو بيعرفها على اصحابه او بيخرجها او بيقول لها طب بروحي مع فلان او تعالي مع علان. فطيب طب ناخد الاتصال ونرجع تاني. اتفضل يا سيدي. رضا مساء الخير. مساء الفل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رضا استاذنك توطي التلفزيون بعد اذنك. ماشي يا فندم. اتفضل يا استاذ رضا. ماشي يا فندم. انا كنت في حلم، انا كنت حلمته ان انا كنت مكسور وكنت متجبس برجلي اتنين، وفاجئت ان انا طلعت حج وطلعت ولقيت النور بتاع المدينه والسعوديه والكعبه والدنيا نور، نور عالي قوي. وطبعا انا استغفر عشان الحلم ده برضه، اللي انا كنت بعلق على الواحده اللي كانت خاينه بتخوت جثه ديت. ديت ما تنهضش تكمل مع جثه يا فندم، ما عادش ينفع عيشتها معاها. صح. يعني عشان المتصفرين كلهم بيقول لك لا تعيش، لا تكمل، لازم تواجهه. لا ما عادش لها عيشها، هي كده خلاص اكل عيشها انقطع عشان ما يبقاش حرام. هي دلوقتي خانته ما عادش انها تعيش معاها.
صح يا اللي هي اللي هي طبعا اثرت وهي طالعه بالديه اللي هي ما بنخافش. بص هيعيش بها كده ويعيش كده بقى يعني هيعيش وجه الناس كده ونفقد خيمه ما ينهضش. هي احنا دلوقتي الناس بقت بتخاف من العيب اكتر ما بتخاف من الحرام، فهي بتقول لك انا خايفه الناس تتكلم عليا وخلاص ونسيت قضيه ربنا خالص. سيبك من دي، سيبك من دي. هي تبقى عبره للناس كلها بقى اللي عملت بكده. الشيطان ضحك عليها وما عادش ينفع اللي هي تكمل مع جثه ده. طب والراجل اللي بيعرف مراته على اصحابه وبيدخل صحابه بيته وبيخلي مراته تقعد معاهم وتتماكيج او ان هو يقول لها ده اخويا وده اخويا وده اخويا، الراجل ده نعمل فيه ايه؟ يا دكتور ده الوقت ما ينفعش الراجل ده يبقى خلاص لوحده ترفع عليه كل ايوه والله اللي هو ما ينهارش يعيش. اصل هو راجل بيبقى مقصر في حقيقة اللي هو مش ناقص يمارس معاه العلاقه الزوجيه بقى. هو عاوز يعمل اللي هو راجل ايوه من وراها، وهو عاوز يعمل اللي هو راجل يعني 10 رجاله ببعضهم. اه صح 10 رجاله كان هو ما ينهارش اللي هو يعاشرها. صح. شكرا لاتصالك يا استاذ رضا. كلامه جميل جدا، كلامه بيدل على كلام الناس الاصيله بتاعت زمان. طبعا انا متاكده ان القصه دي او الموضوع ده لو كان عنده في البلد كانوا طخوها بالنار. طبعا. فانا بس كنت عايزه اقول فعلا الراجل اللي يعرف مراته على اصحابه وبالاسم ان هو اخوك، انا حاسه ان هو يعني بيشتغل على بيلم على فلوس، مش عارفه يعني الموضوع رايح كده ليه. فانا عايزه اقول له انت مش راجل تماما، انت بعيد عن كلمه الرجوله، انت ما عندكش غيره ولا عندك نخوه ولا عندك مبدا. جميع الديانات ترفض اللي انت بتعمله ده، العرف بتاعنا يرفض اللي انت بتعمله ده. انت انسان هقول ايه، انا بقول ان انت مريض نفسي، حتى لو مريض نفسي بتتعالج في الاخر. او ممكن وممكن يكون حد طيب قوي يا منى وساذج قوي، مش حاجه اسمها طيبه. لا لا طيبه، لا لا طيبه، لا في ناس كلها، في ناس طيبه جدا. يعني ادخل راجل عندي في بيتي في مبادئ وفي نشوف رأي يارا. اتفضلي يارا. مساء الخير. مساء النور. اهلا بيكي يا يارا. اهلا بحضرتك. سمعتي المشكله؟ سمعتها. انت عندك كام سنه يا يارا؟ لو صغيره مش هنسالها عن الموضوع. 22. 22 متجوزه؟ لا لا لسه. طيب الحمد لله. طب قولي لي بقى سمعتي المشكله ولا لا، ناخد رايها برضو. هي صغيره وفاهمه، مش برضو عايزه زي ما انا بتقول هتعقدوني من الجواز. طب يارا خشي على حلمك على طول. انا كنت حلمت حلم كنت عايزه افسره. اتفضلي معاكي دكتوره منى. طب اسال يارا سؤال صغنون يا سالي بعد اذنك. يارا يا جميله. نعم. انت تقدري ان انت تصاحبي حد عن طريق النت، عن طريق التواصل الاجتماعي؟ تقدري تصاحبي ولد؟ لا الحاجات دي مش مضمونه. لا مش مضمونه، احنا نقول لا. مش مضمونه يعني على حسب الصلاحيه بتاعتها. لا هنقول لا، ممنوعه ومرفوضه. قولي على طول لا طبعا ممنوعه مرفوضه. ازاي يا استاذه منى انت بتقولي كده؟ ممنوعه اكيد يعني. لكن ممكن اصل الموضوع ده لسه لحيته مفتوحه. لا اصل هقول لك على حاجه، بتلاقي الصفحه كاتبين قال الله وقال الرسول وبيتكلموا بالدين حلو جدا، وتلاقيه على الخاص حاجه ثانيه خالص. ما هو بيقول لك قدام الناس مصحف شريف وبينه وبين نفسه شيطان الرجيم يعني. والله العظيم ما انت عارفه كان يسالك ان احنا لسه بنتكلم على حاجه تخص البث، فالمهم حصل كده حد بعت كده ان هو بينصح وحاجات من ده. اقسم بالله يا دوبك خلص معايا وراح يعكس في سالي على الخاص. على الخاص والله يعني هو كان بيتكلم على حاجه والدين وبيهتم بحاجات غريبه. وداخل لي على الخاص على فكره بيتكلم. عملت له بلوك وخلاص. بس صفحته من بره بسم الله ما شاء الله. ايات قرانيه واحاديث. امام جامع. قولي لنا يارا الحلم بتاعك. هو انا كنت مخطوبة من فترة وفشلت الخطوبة عشان ما كنتش مرتاحة. تمام. بعديها حلمت حلم غريب. هو انا عندي اصلا قطط في البيت. تمام. فحلمت ان انا في قط مني نط على العمارة اللي جنبنا ودخلت جوه. المفروض العمارة جنبنا الشقة مش مسكونة يعني ما فيهاش حد. تمام. ففجأة بنط عشان اجيب القط ده فلقيت قطط كتير قوي كلهم لونهم ابيض وكانوا واقفين بياكلوا. تمام. وقطط كتير كتير وانا عماله ادور في القط على القط بتاعي فيهم لحد ما فين وفين وسلسلهم يعني لقيتهم. تمام. هو انت خلاص سبتوا بعضكم من امتى؟ من قريب حوالي شهر كده. طيب خلاص مين السبب، انت ولا هو؟ احنا الاثنين. انا ما ارتحتش عموما. حاضر حاضر حاضر. عرفتيه ازاي يا يارا؟
كان شايفني في الشارع وجات قدم لي كده. طيب شكرا لاتصالك، ومنى هترد عليكي حالا. يارا برضو ما ريحتكيش في اللي انت عاوزاه. بصي القطط بتاعتك ان هي القطط تجري وانت تلاقي في الاخر القط بتاعك وكلام من ده، فهو بيدل على ان هيحصل اتصال تاني وتواصل تاني بينكم وبين بعضكم، وانت هتشوف اللي كان فيه مش موجود في غيره، وهتشوف ان في حاجات كانت فيه كويسه بس انت مش واخده بالك منها، بس انا شايفه ان في حوارات هتحصل تاني والله اعلم. في بحاول اتعلم منك الاحلام والتفسير، مش عارفه. كلمه يا منى، اتفضلي. يارا رساله للراجل اللي هو بيكلم الشخصيه دي، اتقي الله، لان كما تدين تدان، واكيد اللي انت عملته مع ست يعني ضعيفه عندها مشاكل اكيد هيترد لك في حد من عندك يعني. والله العظيم يا رانيا لو قاعد بيسمعك وانت بتقول كده هيقول ايه؟ ارحمونا بقى. بجد والله لو كل مريضة. واحد عرف ان هو اللي هيتعمل في حد هيتعمل في بنته او في مراته عمره ما هيعمل كده. وهتلاقيه خايف على بيته قوي، وهتلاقيه خايف على اولاده قوي، ومقفل عليهم من كل اتجاه، وي وي وي، وهو عمال بيخون، مفكر ان هو كده بيحافظ عليهم وانا براحتي. بالعكس تماما، هتلاقيها في رزقك، في صحتك لو معكش بنات، هتلاقيها في زوجتك، هتلاقيها في ولادك، اي حاجه المهم تمس قلبك من جوه، توجعك، تخلي قلبك من جوه ينزف. فانا عايزه بس، انا عايزه اقول لك بس حاجه، ان شوف، هل انت بتحبها فعلا وعايز تتجوزها؟ طب هي متجوزه، لا هي مش مرتاحه مع جوزها وهتسيبه، تسيبه، روح لها اول ما تسيبه روح لها، لكن ما تكونش انت الساعي في الانفصال بينها وبين جوزها. هل لو في حته بوادر امل ان هي تكمل، طبطب على كتفها وقول لها كملي. لو هي، لو انت حاسس ان هي مسخره لك، انا بقول مسخره ليه، بتسمع كلامك يعني، خلاص حاول ان انت تكلمها تقول لها طب ايه رايك، طب تصبري، طب ايه رايك، مش عارفه ايه كده. تفتكري هيتجوزها لو اتطلقت؟ انا اعتقد انه لا، مش هيبقى في ثقه. طالما صح. واحدة خانت جوزها أكيد طول عمره هيبقى فاقد الثقة فيها، متخيل إن هي هتخونه مع حد برضه. هو والله مش يعني أنا معاكي في الحتة دي، بس أنا شفت حالات اتجوزوا وشايفة إن حياتهم بقت كويسة، لأنه كان بيحب بإخلاص، وهي كانت عندها مشاكل بينها لو ما لمسهاش. يا منى إيه؟ لو ما لمسهاش. أيوة هو فيها يبقى في شك. نسألها، إحنا ما نعرفش، إحنا كده واقفين على المأذون. لا هي قالت إن هي قالت حصل كبر يعني تطور معاها. لو ما لمسهاش ممكن يتجوزها ويثق فيها، لكن طالما لمسها وسلمت وهي نفسها الراجل هي بيأنبها. على فكرة إحنا لازم برضو نتعاطف معاها. هو شرعا حرام أصلا، أول حاجة اللي تغضب ربنا استحالة تكمل على خير. طب بصي ناخد لمياء ونرجع نكمل. لمياء مساء الخير. أنا مساء النور. مساء النور يا حضرتك. الحمد لله. ممكن عندي حلم عايزه افسره. تقولي تشارك معانا في المشكله الاول. طب قولي لي، سمعتي المشكله الاول؟ سمعتي الحلقه من اولها؟ لا مش متابعه الصراحه من الاول. طب قولي حلمك بس وطي التلفزيون بعد اذنك. نعم؟ وطي التلفزيون وقولي حلمك، اتفضلي. ماشي. انا حلمت ان انا كان اخويا عندي، وبعدين انا قمت بسرعه، كان بعد العصر يعني قبل المغرب كده بشويه، بقول انا مع خراب، انا ما عملتش اكل، فقمت اجري ادور على حاجه اعملها. كان عندي كيس لحمه في الثلاجه طلعته وحطيته على البوتاجاز، وشويه ونزلت قلت اروح السوق ادور على حاجه اعملها اكل. تمام. لقيت حد بتاع لحمه قاعد وحد بتاع سمك، فوقفت شويه محتاره اجيب ايه، فالاخر رحت لبتاع السمك. اشتريت، وقفت على بتاع السمك بنقي السمك، والسمكه اللي بنقيها بقص الزعانف اللي فيها وبديها له يوزن. جميل. شويه لقيته اداني الشنطه وحط لي الشويه اللي انا حطيتهم، وحط لي عليهم شويه مجمدين. تمام. فيهم تلج. تمام. فانا بقول له انا مش حابه المجمد ده، انا عايزاه طازه. فقال لي لا خديه ده هو حلو. قلت له لا انا مش عايزاه. قال لي بس خديه المره دي، والمره الجايه انا هجيب لك احسن منه. تمام. قلت له ماشي. فقلت له لقيته بيديني الفاتوره. لقيت مكتوب فيها فلوس غير اللي يعني غير اللي احنا متفقين عليها، سعر عالي قوي. فقلت له احنا متفقين على كذا. قال لي هاتي اللي انت احنا متفقين عليه. اديته له وراح مديني الفاتوره ورحت ماشيه. حاضر. شكرا. شكرا ليكي جدا. شكرا لاتصالك. العصر ولحمه، ولحمه مفرومه وبتجيبها، بعد كده راحت جابت سمك والزعانف بتاعت السمك مش موجوده، ودخل عليها سمك مجمد وفاتوره واسعار نظيفه، وبيدل على انت بالنسبه لك عايزه اديكي نصيحه وبعد كده نفصل الحلم. خير الامور الوسط، خليكي وسطيه في بعض امورك كتير جدا عشان امورك تمشي وتتحل. احنا دايما بنقول احنا يا ابيض يا اسود، يا ابيض يا اسود، احنا دلوقتي مش في زمن يا ابيض يا اسود، احنا دايما عايزين نوصل الامور عشان الدنيا تمشي وتبقى كويسه.
فان انت في الاخر تروحي وتلاقي السمك خلاص خلصت اللحمه وصلاه العصر، لكن تروحي وتلاقي السمك من غير الزعانف، فبيدول الحمد لله على ان انت ست مباركه في بيتك. يعني ست لما جوزها بيديها جنيه كانه مديها مليون جنيه، فعندك بركه في ايدك، احنا بنقولها كده. في السمك المجمد ده وكلام من ده، فهو بيدل على ان ممكن في بعض التعثرات في الفلوس، لكن في الاخر بيبقى فيها فرج من ربنا عليكي، والحمد لله ما حدش حاسس بيكي. عايزاكي بس تكوني حكيمه في امورك مع جوزك مع اللي حواليك. شكرا لك جدا. ناخد الاتصال التاني. اتفضل. استاذ حسين مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. مساء الخير. والله عايز اقول رايي في جريمه الخيانه، وانا بسميها زنا مش خيانه. اتفضل. الزنا طبعا عقوبته في الدين هي الرجم، المتزوج المحصن. ثانيا ان دي كلها علاقه شيطانيه ولا يمكن ان نجزها، وجزائها بيبقى في الدنيا قبل الاخره. يعني حتى هي لو تزوجت الرجل الخائن ده لن توفق معاه. تمام. صح. ولازم ربنا هيديها جزائها في الدنيا قبل الاخره. الحاجه اللي بتبدا بتغضب ربنا ما بتنتهيش بالعار على الشيطان، علاقه شيطانيه. تمام. طبعا جريمه فظيعه. ربنا لا يعني، شوفي الزاني المحسن يرجم، اما الشاب بيبلد، ربنا بيديله يعني عذر، انما دي كلها علاقه شيطانيه وفيها ما فيهاش حب، مفيش حاجه اسمها حب. هو وربنا، انا شفت في حياتي وباخد عبره ان اللي بيعمل علاقه دي ويقعد مده طويله حتى لو اتجوزته بكره هيسيبها وهتاخد جزائها فعلا، مش هتوفق. تمام تمام. لا يمكن علاقه تبقى يعني حضرتك على يا استاذ حسين تنصحها بايه؟ انها تواجه جوزها وتقول له انها تتوب توبه نصوحه وتندم على ما فعلت وترجع الى اولادها وتكتم سرها، ربنا سترها لا تفضح نفسها، وانما تتوب توبه نصوحه وتندم على ما فعلت وتتفرغ لاولادها وزوجها. كمل السؤال بتاعك. وتتفرغ الى التوبه لله ورضا الله سبحانه وتعالى. طب استاذ حسين بالنسبه للراجل، لا في الدنيا ولا في الاخره. طب استاذ حسين هسالك سؤال، بما ان حضرتك راجل كده حكيم وكلامك فعلا كله موزون، في حاله ان هي ما عرفتش تبعد عن الراجل ده تنصحها تعمل هذا ايه؟ هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. الشيطان مش هيسيبها. لازم عشان ترجع لازم تتجه الى الله سبحانه وتعالى، لازم تتجه الى القران والى العباده والصلاه. شوف الشيطان مش هيتبع ابدا، بيحللها الحرام، لأزينن لهم السوق. طب السؤال انا بس عايزه بس اسال حضرتك سؤال، على ان حضرتك راجل والموضوع يمكن حضرتك يكون عندك الاجابه اقوى مننا. طب هو لو جوزها اصلا بيعرفها على اصحابه وبيجيب صحابه البيت وبيخليها تقعد وتسهر، تنصحه بايه؟ تتطلق منه ولا تكمل؟ محمد راتب النابلسي كان في حلقه لواحد بيشتكي له ان جاره خانه مع زوجته. تمام. فقال له انت غلطت، تتعرفها على زوجتك ازاي؟ صح. لا يمكن اي انسان مسلم ومؤمن أن يعرف واحد غريب على زوجته نهائي، ولا يدخل بيته إلا أخوه وأبوه فقط. يا أستاذ حسين بس إحنا في مجتمع دلوقتي مفتوح حضرتك، إحنا في مجتمع لا بنشتغل. لا مجتمع، أنا ليا أصدقاء بنتقابل بره في النادي أنا وهو. صح. يبقى هو الراجل برضو عليه عليه العامل الأكبر. يكون غيور على زوجته. صح. لا أنا حاسة إن اللي وداها طبعاً مسؤولية. أنا حاسة اللي وداها للمشكلة دي زوجها. وكل دلوقتي اللي بنعاني منه بسبب بعدنا عن الدين. صح صح. هو احنا موضوع التواصل، شكرا لك يا استاذ حسين. موضوع التواصل الاجتماعي والكلام ده اللي احنا كنا اصلا عايزين من ساعتها منوفين ان احنا نساله عليه. طب الناس اللي قاعده على الشات او الناس اللي بترسل وكل ده، كل ده مش هيبعدنا عن ديننا او الدين واحد. الدين ما بيتجزأش، ديننا ومبادئنا واسلامنا معرفنا نعمل ايه ونخلي ايه. في حاجه جديده وطرأ على الدين الاسلامي موضوع الشات، وان احنا بنتكلم نت والست اللي بتصاحب الراجل والكلام ده كله، بس ما يمنعش ان احنا اصلا في الاول في الاخر مسلمين وعارفين ان في عقاب من ربنا. صح. فهو كلامه ما شاء الله عليه، ربنا يفتح عليه رب العالمين، وفي الاخر وصل لك الرساله بتاعتك اللي انت في دمار وانت عايشه في جهنم وانت مش واخده بالك منها خالص. انت عايزه تكلمي يا سامي؟ معاك اتصال. اتفضلي. ام ندى مساء الخير. مساء النور. مساء النور يا ام ندى، سمعت الحلقه من اولها ولا لا؟ لا سمعتها. طب قولي لنا رايك. انا طبعا مع الاستاذ حسين، نتكلم مني يعني تماما. وربنا قال لا تتبع خطوات الشيطان، هي في الاول يعني اتبعت خطوات الشيطان. تمام. فما امتثلتش الامر لله فكملت الدنيا اللي معاها.
وفي نفس الوقت في تناقض في كلامها، هي بتقول انا ندمانه وفي نفس الوقت بتقول مش قادره تسيبه. انت لو ندمانه هتسيبي كل ده وترجعي لبيتك وعيالك وتستغفري الله كتير وتوبي عن الذنب. صح. فهي كده مش تايبه، هي مش ندمانه. انت لو ندمانه هتسيبي الدنيا دي كلها وتستغفري الله وترجعي. لا، ممكن يكون ضميرها تعبها مش عارفه تبعد عن الحرام او مش عارفه تبعد عن اللي بتحبه، وفي نفس الوقت عايزه ترجع لبيتها. حاجه يا معلش، مفيش حاجه اسمها بتحبه، انا ست متجوزه احب ايه وما احبش ايه. صح، كلامك صح، كلامك صح. ايوه هي غلطت من البدايه. ليا بعد اذنك حلمين. اتفضلي. زوجي حالم ان هو طالعين عمره انا وهو. وبعد ما نزل من الاتوبيس على اساس متوجهين بقى للفندق فما لقانيش جنبه، فطلع قال هدور عليها في الاتوبيس فما لقانيش، فنزل تاني فقعد قال قعدت على الاسفلت وقلت لا مش هدور عليها، هي ناطحه وهترجع. وقعد في الارض وقال سجدت سجدتين شكر للعمره وابتديت استغفر الله واذكر الله وانا مستنيكي، بس ما كنتش ما رجعتش وانا في الحلم، يعني هو في الحلم. انت ما رجعتلوش في الاخر يعني؟ لا ما رجعتش وانا في الحلم. طب هو انتوا العلاقه بينكم وبعضكم عامله ايه؟ لا الحمد لله رب العالمين تمام جدا. دايما يا رب. حاضر يا حبيبتي. شكرا لاتصالك. في حلم تاني عندك؟ اتفضلي. طيب. بس ده من سنين، من سنين بعد وفاه الشيخ الشعراوي بحوالي سنتين كده. حلمت ان انا واقفه في الشارع ولقيت الجنازه معديه قدام كوبري كده من بعيد. فكنت بكيت عليه بحرقه يعني جامد، لان الواحد كان بيحبه جدا يعني. ففجاه لقيت الشيخ الشعراوي، لقيته واقف قدامي، فرحت مسلمه عليه وبوست ايده وانا كنت ببكي قوي، فهو اتاثر لبكائي يعني فبيقول لي، ولقيت اخويا واقف جنبي. فهو الشيخ الشعراوي الله يرحمه بيقول لي مين ده او انت ايه؟ قلت له احمد اخويا، ده اخويا احمد. فقال لي لا تحزني فان مصيرك الجنه معي. طيب حاضر حاضر حاضر. شكرا لاتصالك يا ندى، ودكتوره منى هترد عليك يا حبيبي. الحلم الاولاني طبعا ان انت في الاخر ما رجعتلوش بعد عمره وبعد ما عملتي مناسك طيبه، هو بيدل على ان انت بس يعني هيصعب عليكي نفسك ان انت بعض الايام مش هتبقي قادره انك تدي له حقوقه، فهيصعب عليكي نفسك قوي وهتبقي في حاله حزن وحاله اكتئاب. ومش هتحاولي ان انت تعرفي ان انت تعبانه، انت بطبعك اصلا ما بتشتكيش ما شاء الله عليكي، فمش هتحاولي ان انت تبيني له ان انت تعبانه وهو مش هياخد باله والموضوع هياثر فيكي برضه. فانا عايزاكي تحاولي ان انت لو فيكي اي حاجه، في ستات ما شاء الله عليها لو هي تعبانه قوي 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 بتتكلم، لكن هي لو تعبانه التعب البسيط اللي هو شويه برد رجليها بتوجعني كده فبيعدوها. ليه؟ لان هم حاسين ان هم عمدان البيت، فانت مش من النوعيه بتاعت اللي تتدلع دي خالص. فربنا يا رب يصلح لك حالك. الحلم الثاني اللي هو بتاع فضيله الشيخ الشعراوي ده، هو بيدل على ان باذن الله ربنا يعني مش هتقعي ولا هيحصل لك ان شاء الله باذن الله اي ازمات غير الازمه البسيطه ديت، وهتمر عليها على خير اللي هي الصحيه. وبيدل على ان انت اسمك هيسمع في وسط اهلك وبيتك واهل بيتك، ان انت انسانه ملتزمه، وفي هياخد من صفاتك ولادك ان شاء الله. صلوات كتير جدا. ناخد نجوى. نجوى مساء الخير. مساء الخير. مساء النور يا نجوى. اهلا وسهلا. اهلا بيك. سمعت الحلقه من اولها ولا عندك هتدخلي على الحلم على طول؟ لا سمعت الحلقه. ايه رايك في المشكله اللي معانا دلوقتي؟ والله المشكله اللي مع حضراتكم دي تشبه مشكله برضو مرت عليا من 20 سنه. وكنت متجوزه وكنت صغيره وكان زوجي يعني اكبر مني بحدود 17 18 سنه. وكان يعتبر ان هو كان سايبني طول النهار في البيت لوحدي وكان في اهمال يعني. وبعد كده انا كنت كان كل يوم بقى بعد فتره من زواجنا يعني 4 5 سنين كان بيجيب لي 2 صحابه يوميا على الله لازم يجيبهم البيت معاه. وللاسف كانوا اصحاب سوء. وكان يوميا على الله كان بيدخلهم البيت. تمام. نظراتهم ليا كانت مش طبيعيه وكان للاسف بيخلينا احضر لهم اكل وشرب وافضل سهرانه معاهم. نبهتيني الموضوع ده يا نجوى؟ نعم. نبهتيني نظراتهم ليكي مش مريحاكي او مش مطمناكي؟ نبهته ودخلت ناس من اهلي اكتر من مره. وكان يتدخلهم وكان يقولوا له الحم والموت وما ينفعش، طب ازاي ده الاهل الزوج المفروض ده كذا وده حرام وده لا يجوز، انت ازاي انت بتدخل ناس غريبه. هم يمشوا من هنا وكان بيمسكني يضربني للاسف وكان يقول لي الباب يفوت جمل. طب عملت ايه في الاخر؟ اتصرفتي ازاي بقى يا نجوى؟ البيت وكده وانا ما كنتش اساسا، انا من النوع اللي بحب ان ما حدش يعرف حاجه عني عن داخليات، ان انا زعلانه وفرحانه ما كنتش احب ادخل حد في كده. تمام. بس هو بدا بقى ايه الاهمال بقى يزيد وللاسف امشي وارجع بيت اهلي على نفس الموضوع برده تاني، وكان متمسك بهم جدا جدا. لدرجه معذره يعني ان انا كنت في يوم يعني بربع بنتي ونايمه في اوضه النوم، في واحد من صحابه فوجئت ان هو داخل معذره يعني وانا في اوضه النوم نايمه في سريري.
وبيسالني بيقول لي انا عديت. وهو كان فين معلش يا نجوى، هو كان فين بعد بيسالك كان معدي بيسالها فين الحمام زي الفيلم بتاع عادل. طب ما يسال جوزك هو الحمام فين، هو داخل الاوضه عشان يسالك او فين الجوز بقى، هو فين الجوز. طب كملي معلش يا نجوى كملي. طيب بس فانا لقيت في ضغط نفسي عليا، زائد ان كان في واحد فيهم ثري جدا ومعاه فلوس، ويعني كان كل ما يدخل كانت ال 100 جنيه دي وقتها كانت حاجه يعني، كان يعني كل ما يدخل بيدي مصروف لبنتي، وانا في نفس الوقت في تقصير من كل حاجه، فانا حسيت نفسي حزن على نفسي ان انا هضعف ومفيش اي نتيجه معاه، فانا للاسف اخترت ان انا انفصل احسن من ان انا اقوم. ما شاء الله عليكي، هو ده الصح لان هو فعلا ما شاء الله كل عليك. الناس حكمت ان هو مش راجل، بالرغم ان هو طلعني بعد كده ان انا خاينه، بس مش مشكله عندي، ما فيش اصلا حاجه تثبت عليها الحمد لله، وكل الناس عارفه بشهاده ناس من اهله كمان اللي هم حضروا الطلاق، الناس اساسا هم اللي حكموا عليا ان انا انفصل منه لانه مش راجل. هو ربنا المطلع على حالك. طب اتجوزتي حد من الناس اللي كانت بتدخل دي ولا اتجوزتي حد غريب؟ لا، في واحد منهم راح اتقدم لي واتقدم لاهلي وانا رفضت، قلت له لا انا اسفه انا كده السمعه دي او الاشاعه اللي طلعت دي هتحصل لي صح وبنتي صح. وبعد 20 سنه بنتي هتبقى عروسه وهيقولوا لها اهو مامتك ده هو ده اللي هو سديتك عشان صح. طب انت اتجوزتي حد بقى تاني؟ لا اتجوزت بقى حد تاني الحمد لله. بس اكيد بقى ربنا كرمك يعني. لان انت اخترتي الطريق الصح اكيد ربنا كرمك. انا بعدت عنه مع انه والله انا كنت حبيته، اولا انا كنت الاول واخده غصب عني، بس لما عشت معاه كده يعني خلاص حبيته، بس للاسف هو فرط فيا يعني بكل هو بيبقى يعني. طبع خلي بالك، هو بيبقى طبع صعب الطبع تغيريه، هو بيبقى طبع فيه. انا عايز اسميه راجل فري، راجل متحرر مثلا ليها اسم يعني. لا هو مش راجل متحرر، هو ليه كلمه تانية هو ليه كلمه تانية كبيره قوي، بس علشان انا بس متوضيه يعني حاجه وحشه قوي يعني حد حد يعني حد مش عارفه عايزه اقول ايه. هي النوعيه بتاعه الرجاله ديت هي بتخلي ساعات الستات والله هي اللي بتخلي الست تخون وبتخلي الست تتدمر. هو اساسا بيبقى راس الشيطان. ايوه يعني هو بصي يعتبر شيطان مع واحده وبيغيرها بيشتتها ومعلش برضو ساعات الستات بتروح تشتكي لاهلها بيرجعوها تاني ليه، انت عايزه تفضحينا، انت عايزه تغضبي، انت عايزه فبتضطر تعيش على حسب هواها هو، فبتضطر تروح في الحته اللي هي خلاص ضايعه فيها ضايعه فيها. فانا معاكي برضو ان في جزئيه كبيره جدا على الراجل، والراجل انا هي بصي ما شاء الله عليها اسمها ايه؟ نجوى. نجوى ما شاء الله عليها خدت الطريق السليم رغم ان كان في اغراءات. هي بتقول لك كان بيعدي وبتردع بنتها بيسالها على الحمام او بيسالها عايز يروح فين، كان الدنيا كافيه مفتوح. فطبعا هو كان فرحان ربما ان يكون بيستفيد من اصحابه اللي كان بيدخلهم، وانا في الغالب بشوف الشخصيه دي ليه استفاده كبيره قوي من صحابه. تعالى انا ادخلكم بيتي، واي راجل لما صاحبه بيقول له تعالى بيتي على طول بيبص له ان هو قليل وحد مش مظبوط ومدخلني عشان مراته، فايه بيجي له فلوس. في رؤيه معلش قبل رصيدي ما يخلص معلش. اتفضلي يا حبيبتي. والله بنتي عندها 21 سنه وكانت مخطوبه قبل كده بس انفصلت يعني. فهي من يومين شافت رؤيه خير يعني، ان هي فجاه كده في الرؤيه لقيت نفسها ان هي متجوزه من واحد اسمه نبيل، ونبيل ده وسيم جدا، ولقيت نفسها ان هي بتحبه جدا جدا وهو بيحبها جدا، بتقول لي من كتر يعني ان هي بتحبه كل ما كان بيتحرك فيه في الشقه هي معاه، بتقول لي معذره يعني لدرجه انه لو داخل الحمام عايز تدخل معاه. بس عايزه تعرف ايه التفسير يعني. حاضر ده كلمه بسيطه قوي، هو بيتبع خطواتها وكل مخارجها ومداخلها، يعني منين ما تروح اي مشوار كده كده هو بيتتبعها كحاله، ليه الله اعلم، بس في الخير مش في الشر يعني. شكرا ليكي جدا. شكرا ليكي يا نجوى. رانيا انا شايفاكي متاثره قوي وقاعده متضايقه ومش عارفه انت مع الست ولا مع الراجل، بس انا عايزه بس اكلم رانيا كلمتين بعد اذنكم وبعدين كده ناخد مها. معلش يا مها، رانيا مالك زعلانه ليه؟ زعلانه على مين؟ بصراحه حاسه ان في تحامل على الست، لازم الراجل الاول يتحاسب يا جماعه، الراجل بقى اللي هو الاب والاخ والزوج لازم يتحاسب يعني. الاب لازم يغير على بناته، ولازم زي ما قالت نجوى ما يسمحش ان لو عنده بنت وجوزها بيجيب صحابه في البيت ما يسمحش بكده. انا قلبي بيقول ان في واحده او في ناس دلوقتي قاعده بتتفرج علينا وانا حاسه بيهم بيقولوا كلامك صح يا رانيا، لان بالفعل احنا الاول في النقطه الثانيه قلنا ان الراجل بيعرف الست على اصحابه. ليه يا منى بندي الحق الراجل اللي هو لو خان بيقولوا ده راجل، بس في ست بتبقى مستكفيه من كل حاجه يا رانيا ومع ذلك بتخون وبتحب برضه. الشيطان شاطر برضه كلنا يعني، والله الشيطان خلاص خد اجازه اصلا هو مريح دلوقتي. فانا شايفه انا عارفه ان في اغلبيه المشاكل اللي بتحصل لاي ست العامل الكبير والاساسي هو الراجل، بس هي طبعا التليفونات اللي هم بيقولوا عليها زي الاستاذ حسين ما قال هي كارثه موجوده في البيت، فبرضه مش هنمنعها عن التليفونات، لكن عايزه اقول لها انت فين من ربنا؟ انت علاقتك ايه بربنا؟ انت عامله ايه مع ربنا؟ انا بصلي والله. انت بتصلي يا دوبك قدام الناس عشان اسمك بتصلي،
فاي واحده عايزه تفوق نصيحه عايزه اقول للراجل حاجه، ادي مراتك اهتمام، قول لها كلمه حلوه، بوسها قبل ما تنزل، بوسها لما تيجي. طب افرض الفيروس دلوقتي بس ايه؟ طب ناخد مها ونرجع. مها مساء الخير. يعني لازم يبقى مها، انت نايمه لسه ولا لسه هتصحي من النوم؟ ايوه يا مها. الو، انا مع حضرتك يا فندم. اهلا بيك يا مها. لو سمحت يا فندم، انا مع اي ست جوزها يهمنها ويخونه. مع ايه؟ جوزها يهننها. قولي تاني معلش يا مها كده. يهننها يدلعها، يعني قصدك يدلعها؟ لا، انا عندي جوزي ايدانه صوابع العشره سم، ومع ذلك مش مرتاحه معاه. انت اللي مش مرتاحه عشان هو بيخونك؟ يعني عرفتيني بيتواصل مع حد عن طريق تليفون او بيتكلم؟ بيتواصل على النت، وشفته كذا مره، وعرفت كذا مره انه بيكلم ناس على النت. ما تسكتيش يا اسمها ايه؟ انا معايا 3 عيال، وانا ما عنديش مكان اروح، لان انا بابا وماما متوفيين. طب استني اقول لك على حاجه، انت معاكي الباسورد بتاع تليفونه مثلا؟ فانت شفتي المحادثات اللي على الواتس او كده، يعني انت معاكي بتفتحي تليفونه؟ ايوه. شوف، طب انت مش ملاحظه ان هو بيبدا المراسلات وكل حاجه بعد ما بيرجع من شغله، ولا على طول على مدار اليوم؟ راحت فين؟ معانا يا مها. انا بقلب في التليفون بتاعه، بلاقيه بيتكلمها وهو في الشغل. تمام. دي واحده ولا كذا واحده يا مها بعد اذنك؟ كذا واحده يا فندم، كذا واحده. طب واجهتي كذا مره وما حبيتش ان انا ده محب للنساء بقى؟ لا، انت واجهتيني، ده بيضايقك او ما تعملش كده او انا مش عايزه الاسلوب ده؟ ومن نوع بقى ان هو يبقى كويس بره ويبقى في البيت ساكت. ما بس هو كده طبيعته، بيكلم ستات كتير، ده طبيعة عنده، مش يعني مش مرتبط بواحدة بس وبيتكلم معاها. طب يا مها، هل انت مقصرة في حاجة معينة؟ ما حاولتيش تشوفي لنفسك؟ هي بتقولك صباحها ولعت من الشمعة وما بيسمعنيش وما بيتكلمش معايا. طب ما هقول لك على حاجه، ما هو ممكن، معلش، طالما هو محب للنساء زي ما سالي بتقول، وهو اصلا دي طبيعه فيه زي ما هي ما بتقول، هو لما اتجوز فلقى حياته روتينيه ومراته نفس القصه ونفس الشكل ونفس الكلام، ما عندكيش كلام جديد، فبدا يدور على طيور تانية بره. بالعكس يا فندم، بالعكس، ده هو اللي ما عندوش كلام جديد. انا دايما بفتح حوار، ودايما ببقى عايزه اتكلم معاه، وببقى مبسوطه مثلا لما نبقى مع ان انت بتلاقيه على الواتساب او بتلاقيه على التواصل، ما شاء الله عبد الحليم حافظ. طب هقول لك يا منى، طب ما تحاولي تشغليه يا مها. ايوه مها، حاولي تشغليه انت، يعني حاولي تشغليه في حياتك، اشغليه بيكي. أيوة. انت هو اصلا غايب طول الوقت عني، الوقت اللي بيجي القصير اللي يقعدوا معايا. هي بتبقى حاله مرضيه يا سالي، مهما تعمل، هي مهما تعمل اصلا دي حاله مرضيه خلاص، ان هي طبعا. وانا ماليش حد اتكلم معاه، انا ما عنديش حد، اخواتي بعيد وانا ما عنديش حد. احنا اخواتك يا مها والله. انا احنا اخواتك بجد. فللاسف انا عندي ضغط نفسي، يعني مش قادره اوصف لحضرتك، انا تعبت. سيبي رقمك في الكنترول، اعملي حاجه مفيده، اشتغلي بحاجه مفيده، ما تسكتيش. معايا عيال صغيره يا فندم، 3 عيال صغيره اونلاين. طيب سيبي رقمك في الكنترول ربع ساعه بس. عايزه بس اسال مها سؤال بس بعد اذنك يا سالي. طب انت يا مها، في ظل الظروف اللي انت فيها وان هو بيخونك في اكتر من واحده، كان هيبقى عندك اكتر من عامل دافع ان انت ممكن تخونيه، هل وصلتي للمرحله دي؟ كلمتي مع حد حتى؟ بس انا لا، كنت بس وقفت عند حد وقلت لا. برافو عليكي، بحييكي والله. طبعا انت ست محترمه، وست وقت فراغ يا فندم جامد، وانا تعبت. خلي بالك مش الموضوع، لا مش الموضوع فراغ. بص خلي، لا مش الموضوع فراغ، والله ليها عذرها. استني بس لا تروح تكلمه تاني، اصبر. هي ملهاش هو بصي، الموضوع مش موضوع وقت فاضي، الموضوع انتقام، ان انا بنتقم منك. طب انا بحبك ومستنياك وملهوفه عليك وبعمل وحلي واساوي، وانت عمال بتخوني 24 ساعه، فانا هنتقم منك. صح. لدرجه ان انت رجعتي، عارفه لو انت كملتي الموضوع يبقى خلاص انا عندي فراغ عطيف وراح احب، لكن انت ما كملتيش، انت مش قادره تعملي زيه. بس انا عايزه انتقم منك، عايزه اقول لك ان انا عايزه احطك في نفس الحته. فانت ما شاء الله عليك انسانه متدينه، انسانه جميله. اسمعيش كلام سالي، سالي ده انا هتخانق معاه بس بعد الحلقه. حركه حاجه مستفزه قوي، الراجل طول النهار يتكلم مع ستات على الشات. طب ما عنده مرات. انا رحت للدكتور نفسي بسببه. لا انتي تواصلي بس معانا، سيبي رقمك هنتواصل بعد اذنك يا مها، وانا هكلمك بعد الحلقه يا مها، انا والدكتوره منى، وهنحاول طبعا جوزي كمان ناخد رقمه وسيبهولنا ان شاء الله باذن الله. وربنا يهدي له حاله في الاول وفي الاخر يا رب العالمين. ادعي ربنا.
ما هي هي تقريبا عماله بتدعي، فهي حاسه ان هي الموضوع ما يقص. ده بيقول لك بيكلم اكتر من واحده، انا مش عارفه ده. طبعا طبعا. اه ده بصي، طبع هو بيبقى طبع فعلا، هو بيبقى طبع يعني طبع. طب هي منهاره، هنعمل ايه؟ هنقول لها لازم، تطلقي لا يعني ولا لازم نعمل ايه؟ تشغل وقتها ووقت عارفه اللي زي دي فراغها وتهتم بنفسها وقت اكتر. فراغها ايه ده، انا هي بتبقى متاكده ان هي متدمره نفسيا. انت عارفه لو بيحب واحده ورايح يتجوزها خلاص هتبقى عرفت واستقرت والموضوع خلص، عمال يكلم اشكال والوان. طب انا فين في الليله بتاعتك دي؟ فانا مش موجوده. انت عارفه لو في الاخر يروح يضحك عليها بكلمتين ويطبطب عليها هرجع اقول ان هو يبصها شمال ويمين وكلام ده ويحتويها، كنت انا هقول ان خلاص يعني هي بتقول ايه، هو مش مؤثر معايا. طب انا احاول ان انا ايه، احاول ان انا امشي اموري، احاول ان انا اعالج الامور. لكن هو متجاهلها، هو مش شايفها، فبالتالي هي كمان صعبان طبعا عليها نفسها وممكن تكبر بسرعه، ممكن تكبر عن تضعف سنها. كمان يا ماما، ممكن تضعف. ايوه تضعف تروح فين؟ ممكن تضعف تكلم حد يسمعها كلمه مش حلوه. هتكلم، هي مش هتكلم، وانت مش هتتكلمي وانا واثقه ومتاكده. لا مش هتضعف، اه اللي زي كده مش هتضعف. هي قويه وبتخاف من ربنا وعندها ولاد وبتحب ولادها ودايما عينها على ولادها، وولادك هيعوضوك العاطفه اللي انت محتاجاها لجوزك. انا عارفه ان اي ست في الدنيا، في ستات كتير او 90% ما بيستحملوش بعد الراجل عنهم، وفي ستات بتقول لك خلاص ما باليد حيلة، انا ولادي هم جوزي هم دنيتي هم كل حاجه ليا في حياتي، اوجه حبي والعاطفه بتاعتي كلها لولادي وفي الاخر خلاص انا هعتبره واحد من اولادي الصغيرين. لكن في ستات بتقول الموضوع موضوع كرامه، انا ست فكده كده بيشوهني قدام الاخرين، لا لازم نحطني في الاعتبار. موضوع الكرامه وان الست تبقى خايفه ان هو يعرف ان هو بيحب او هو اتجوز وتبص على موضوع الكرامه، اول ست ممكن الراجل ما يفكرش فيها لانها بتبقى خدت من الصفه الذكوريه شويه. انا عايزاكي تتكلمي بصفه ان انت حبيبه، زوجه، عشيقه، كل ما تتخيليه انت زوجتك، انت الزوجه طالما ربنا محللك ليه خلاص، وزوجته وام اولاده احتويه بكل الاشكال وبكل المعاني اللي انت عايزاها. طبعا عايزه بس رانيا تقول كلمه اخيره علشان وقتنا خلاص. رانيا خليك انت تسالي الاخر. رانيا انا عايزه اقول لكل ست ان هي تهتم بنفسها، تثق في نفسها جدا، ويبقى محسسه جوزها واللي قدامها بكل انها عندها كل الثقه في نفسها، وانها ممكن يعني تعتمد على نفسها. لان الراجل ساعات لما بيحس ان الست ضعيفه زي المتصل اللي كانت من شويه ممكن يدوس عليها شويه. لا، خليكي معتزه بنفسك، خليكي قويه، خلي عندك شخصيه، اهتمي بنفسك جدا في البيت اكتر من بره البيت، خليكي يعني مهيئه كل الظروف الحلوه لجوزك اللي هو ما يبصش بره. دي مشكله ان معانا الست هي اللي بتبص بره مش وإيه الراجل. لا لا، ما هو هو دخل صحابه يعني، وايه ده يا ربنا، وصدقيني اكيد ربنا هيستجيب، يعني اكيد ربنا هيصلح حاله. تمام. واكيد ربنا هيعوضك في ولادك او في اي حاجه ظل تانية. ظل راجل ولا ظل حيطه، قولي كلمه كلمتين على المقوله دي عشان نختم. انا ظل نفسي وانا راجله نفسي. جميل. يبقى الستات اللي بتبقى خايفه وتقول اصل بيصرف عليا، اصل ظل راجل ولا ظل حيطه، اهو جناح بطري تحتيه، لا روحي في الوقت ده وفي الخيانه دي وفي المشاكل دي روحي تحت جناح بطه احسن لك. انت الست وانت الراجل وانت كل حاجه في وقت معين، انت بتكوني كل ده. والله لو بيقولوا ايه، لو هتكنسي في الشوارع وتحافظي على نفسك وترضي ربنا وترضي اخرتك بمليون راجل وراجل وبمليون اي حاجه في اي حاجه. ربنا يحفظ يا رب العالمين نساء العالمين. شكرا لكم وتصبحوا على خير.